الفيديو الثاني في الاناتومي اوف جايني هنتكلم فيه على اناتومي اوف ذا فاجينا. الاناتومي اصلا في الاساس هو علم وصفي، يعني علم قائم على ان احنا نوصف الاعضاء او الاجهزه او الاجزاء اللي احنا هنتكلم عنها زي ما توصفت لنا او زي ما احنا درسناها. طيب عشان نوصف محتاجين نعرف ازاي نوصف، فعشان نعرف ازاي نوصف محتاجين نعرف سيستم نوصف من خلاله. عشان كده احنا المره اللي فاتت مثلا في الاكسترنال جينيتاليا حددنا نقط معينه هنتكلم عنهم از ديفينيشن في اي نقطه هنذكرها، والنهارده برضو هنتكلم على نقط معينه هتكمل معانا في معظم الاجزاء عشان خاطر نبقى عارفين لما نيجي نوصف احنا بنوصف ايه، عشان خاطر مفيش حاجه تقع مننا. يعني زي مثلا ان احنا 4S هنوصف السايت سايز شيب ستراكشر بتاع الحاجه اللي احنا هنتكلم عليها او الاورجن اللي احنا هنتكلم عنه، هنتكلم على كونتنت وكاونت، هنتكلم على التكوين والعدد، هنتكلم على ريليشنز، هنتكلم على بوزيشن، هنتكلم على حاجة سبيسيفيك ممكن نتكلم عنها في الأورجن ده لو احتاجناها. فالحاجات دي كنظام للوصف هتكمل معنا فترة طويلة. طب الحاجات دي للحفظ؟ لا، الحاجات دي يا جماعة احنا هنفهم بيها دلوقتي وهنفهم ازاي بتطلع، هلاقي الدنيا بسيطة معظمها للفهم. وعلى حسب انت امتحانك شكله عامل ازاي او امتحانك شكله عامل ازاي هنركز في حفظ الايتيمز دي او بعض الايتيمز دي او مش هنركز فيها، وهنبقى بالنسبه لنا دي عشان خاطر نفهم الموضوع. فالفكره الامتحان بقى هنعمل فيه ايه دي واحده واحده، وهنتكلم بعد كده على الامتحان هنعمل فيه ايه. اما لو الامتحان ام اس كيوز مثلا هنبقى عارفين الاجزاء اللي بتسال عليها في الام اس كيوز، طبعا بحل بنوك الاسئله وبعض الحاجات اللي هي كومن ان هي تسال عنها، بان احنا نعرف الكي وورد اللي بتسال عنه، بحاجات ثانيه مش وقته اللي احنا نتكلم عنها. بس اللي احنا عايزين نتكلم عنه انت لو ام اس كيوز في طريقه مذاكره، ولو اسي في طريقه تانية للمذاكره، والاثنين بيعتمدوا على سورس المذاكره بتاعتك، والاثنين محتاجين بيهم نفهم الاول عشان خاطر لما نيجي نجاوب نجاوب عن فهم، عشان خاطر الكلام ده يبقى علم ينتفع به، ما يضيعش مجهودنا على الفاضي وما نستفدش بالعلم اللي احنا بناخده. طب احنا حطينا السيستم اللي احنا هنوصف بيه عشان خاطر يسهل علينا ان احنا نكتب، يسهل علينا الفهم، يسهل علينا كل حاجه. طب ده هيفيدنا باي حاجه تانية غير الامتحان؟ طبعا هيفيدنا بحاجات تانية غير الامتحان. لما انت تبقى عارف سيستم بتوصف من خلاله ده هيساعدك ان انت تكون اوبزرفر كويس. واحنا دايما بتسمع او يعني اكيد كلنا بنسمع الكلام ده، اجود دكتور از اجود اوبزرفر. طيب ليه الدكتور الكويس لازم يكون اوبزرفر كويس؟ عشان خاطر انت لما تلقط البوزيتيف ساينز اند سيمتومز الموجوده في العيان بعد كده وتحلل الساينز والسيمتومز دي بالمعلومات وخلفيه المعلومات الموجوده عندك، وبعد كده تطلب منه بعض الفحوصات اللي هتحدد الدياجنوزز بالظبط من الديفرنشال دياجنوزز اللي انت هتحددهم، وبعد كده لما توصل للدياجنوزز تبدا تديله العلاج وفقا لحالته. الكلام ده يا جماعه مهم، بس الكلام ده يعني هو مش تالنت. ما احنا الطب بيتحول لعلم وبيتحول لشكل السيستم ده عشان خاطر نبقى عارفين ان احنا دماغنا نفسها لازم تكون مسيستمة، لازم نبقى عارفين احنا هنسأل على ايه او احنا بندور على ايه. ما نخليش الموضوع راندم لكده، وما نخليش ايه ده انت طلع عندك كذا، والله ايه ده انت كمان عندك عركة، لا ده احنا ما ينفعش تبقى بالصدفه، لانها لو بقت بالصدفه انت مش كل الناس هتقدر تلقط كل الساينز والسيمتومز، وبالتالي كل حد ممكن يوصل لتشخيص مختلف عن التاني. فاحنا كلنا شغالين بنفس السيستم، كل الدكاترة اللي في الدنيا شغالين بنفس السيستم عشان هم متدربين على ايه التشيك ليست او ايه الشكل او ايه الحاجة اللي احنا المفروض نعملها عشان خاطر نتأكد ان احنا عارفين كل حاجة عنها. طب لما انا اعرف كل حاجة واوصف والقط كل حاجة انا كده استفدت ايه بعد كده؟ استفدت ان انت هتتعلم نفسك من صغرك ان انت تبقى ماشي بسيستم، تبقى عارف انت بتطلع حاجة ايه، عشان بعد كده لما تيجي تسأل تبقى عارف انت بتسأل على ايه، لما تيجي تبص انت عارف في الشكوى دي احنا المفروض نبص على ايه، ولما تبلغ الاكبر منك حتى في الاول تبقى عارف لما تبلغ الحالة بتبلغ ايتمز ايه وايه وايه وايه، ويبقى عندك سيستم في التبليغ. ده هيخليك دكتور كويس بعد كده بغض النظر بقى عن الكلام ده كله. فالاناتومي ده من دلوقتي بيدربنا ان احنا نقدر نوصف، ان احنا نعمل سيستم لوصفنا، ان احنا نتدرب على ان احنا نستخرج الايتيمز دي عشان بعد كده لما ان شاء الله نبقى في الموقف بتاع ان احنا دكاترة نبقى عارفين السيستم اللي هنسأل بيه، نبقى عارفين السيستم اللي هندور بيه، نبقى عارفين ازاي نحلل البيانات دي، نبقى عارفين سيستم نبلغ بيه الاكبر مننا لو عايزين نبلغهم بالحالة، لان ده بيوضح ان كنت دكتور شاطر وهتبقى ناجح بعد كده ماشي على سيستم وعارف كل حاجه المفروض تمشي ازاي وتروح فين وتدور على ايه وايه وايه الكلام ده، او ان انت هتكون دكتور عشوائي بتدور على اي حاجه كده العينه تخش لك انت ما تبقاش عارف انت بتدور على ايه، بتعمله محادثه كده ويا صابت يا خابت يا عرفت بالصدفه هي بتشتكي من ايه ما عرفتش. لا ده مش هينفع، احنا الناس دي هنتسال عليهم قدام ربنا، فاحنا محتاجين ان احنا ندرب نفسنا من دلوقتي هاو تو
بي على التراك بتاع السيستم، عشان خاطر لما نتدرب على ده من صغرنا لما نكبر ان شاء الله نكمل على السيستم ده. ده اللي احنا قلنا عليه، ان الفكره كلها اللي احنا دلوقتي عندنا الايتم بتاع الفاجينا ده كده، لو احنا واخدين سيكشن بالشكل ده كده، قدام هنا اليوريثرا والفاجينا والسيمفيس سبلومس من قدام والريكتم من ورا، تمام. هنتكلم بقى دلوقتي بقى عن الفاجينا بشكل سبيسيفيك. اول حاجه السايت، السايت هنا احنا دي بنتكلم ان هي تيوب، حلو. فاحنا في السايت احنا عايزين نقول المكان بتاعها، فاحنا هنقول يا اما فروم تو يا اما ات، يعني السايت يا اما انت هتقول ده موجود في كذا، يا اما هتقول ان دي تيوب فبتكستند من البيودندال كليفت مثلا. الحته دي البيودندال كليفت احنا اتكلمنا الحته بتاعت البيودندال كليفت فين امبارح، اللي هي اللي بين التو ليبيا ماينورا، فبتكستند من الحته دي كده من عند الكليفت من الحته دي لحد بيقول لك ان هي بتند باي سراوندنج الفاجينال بارت اوف سيرفكس. في نقطه هنا قبل بس ما نكمل نسيت اقول لكم عليها، اللي احنا في الفيديو اللي فات، من الفيديو اللي فات قايلين ان في بلاد سبلاي ونيرف سبلاي والليمفاتيك درينج، احنا قايلين ان هم بيضافوا الحاجات دي، بس احنا قلنا ان احنا نقولهم كلهم مع بعض على السيستم والجزء ده كامل، بحيث ان احنا نحكي القصه مره واحده عشان بس لو كنت نسيت. وبالمره برضو محتاجين نقول ان احنا لما جينا نتكلم عن السايت احنا غصب عننا هنقول الشيب والاستراكشر ان هي عباره عن تيوب، وان هي متقسمه لانتيريور وول وبوستيريور وول. ليه بقى؟ لان بص هنا شكل الفاجينا عامل ازاي، بفرض ان دي الفاجينا من قدام هنا من ورا، هنلاقي ان هي متقسمه لتولز، عندنا الانتيريور وول اللي هو ده والبوستيريور وول اللي هو ده. هنا لو بصينا على طول الانتيريور وول هنلاقيه 7.5 سنتي تقريبا، يعني لان بيحصل هي بتختلف من حد لحد وبتكستند لجوه، والحاجات دي كلها لازم نبقى عارفينها، يعني ان هي ممكن تطول واثناء الانتركورس وكده. وهنا البوستيريور وول هنلاقيه ان هو 10 سنتي، تمام. وليه هنا 7.5 سنتي؟ لان هنا السيرفكس نفسه بيخش في الحته بتاعه الانتيريور وول. لو جينا هنا بصينا على الكونتنت، الفاجينا اصلا دي تيوب ففاضيه، بس ممكن نتكلم هنا بالمره على الكونتنت، نقول ان هو اللاير بتاعتها عباره عن ستراتيفايد سكويمس ابيثيليوم ونان كراتينايزد. واحنا قلنا الكلام ده كله ليه وعباره عن ايه وليها معامله خاصه والكلام ده كله. الكاونت دي تيوب واحد، يبقى هي واحد. الريليشنز بقى، والحقيقه الريليشنز احنا راسمين عشانها مخصوص الرسمه دي، لان الرسمه دي هنعرف دلوقتي ازاي هتساعدنا في اتنين من ثلاثه ريليشنز هنتكلم عليهم، الريليشن البوستيريور والانتيريور. الرسمه دي لو لاحظتوا هتلاقيها مقسمه الفاجينا لتلات اتلات، خلينا نعملها باللون تاني عشان يبان، التلت اللي تحت ده والتلت اللي في النص والتلت اللي فوق. حلو؟ حلو. خلينا بقى نقول انتيريور اللي فيه ايه وبوستيريور فيه ايه. انتيريور لو بصينا على اول حاجه هنلاقي قدامه اليوريثرا في النص التلت اللي تحت خالص اهو، طب في النص البلادر التلت اللي في النص، طب اللي فوق السيرفكس الفاجينال بارت اوف سيرفكس كده. اظن يعني دي تخلينا نحفظ واحنا مستريحين. لو بصينا هنا بقى بوستيريورلي هنلاقي تحت هنا في البرينيال بادي في الحته دي، هنلاقي هنا بقى في الفاجينا في النص هنلاقي الريكتم ريليتد لي، اللي فوق هنلاقي الدوجلاس باوتش. والدوجلاس باوتش ده يعني في قصه كده هحكيها لكم عليه، يعني مش هتنفعنا قوي بس مش هتخليكم تنسوه يعني عشان دايما بيتنسي. الدوجلاس باوتش ده كان ليه اهميه زمان وليه اهميه دلوقتي. زمان لما كانوا عايزين يعرفوا قبل اختراع السونار والكلام ده اذا كان في انترنال بليدنج ولا لا، كانوا بيدخلوا هنا سيرنج ويسحبوا ويشوفوا لو نزل معاهم دم بيعرفوا ان في ايه، بيعرفوا ان في انترنال بليدنج. طيب الدوجلاس باوتش دلوقتي بنستعمله في حاجه؟ طبعا بنستعمله في حاجه مهمه جدا، الاي في اف. واحده من خطوات الاي في اف ان احنا بنجيب حاجه بنركبها على البروب الفاجينال وبنبدا ندخل البروب هنا كده وبنبدا نطلع حاجه زي سيرنج بتبدا تسحب من المبيض. الحته دي كده الدوجلاس باوتش من خلال الاوفري بيبدا يتسحب منه الايه، البويضات بتاعتنا اللي احنا هنستعملها في الاي في اف. طيب ده كده وضح لنا الريليشن الانتيريور تمام والبوستيريور، وقلنا ان احنا قسمناها لتلت بالشكل اللي احنا عملناه ده. طيب نخش بقى في التقسيمه اللاترال وهنرسم رسمه ثانيه كده بسرعه. لو بصينا بقى على اللاترال فيو، احنا رسمنا الرسمه دي كده عشان توضح، ده السيرفكس اللي هو هنا ده ودي الفاجينا، بس احنا بدل ما نبص لهم بالجنب كده لا بنبص من قدام، تمام، كاننا قاطعين كده. حلو، السيرفكس اهو والفاجينا اهي. بيقول لك عند الابر بارت اوف فاجينا احنا قلنا مقسمينها ثلاث تلات، بيقول لك بيعدي ريليتد لليوريتر، ده اليوريتر، وبيقول لك بيعدي من فوقيه الايه اليوتراين ارتري، فهو ريليتد للحاجتين دول.
بيقول لك في النص هو ريليتد للليفيتور ايناي ماسل على الناحيتين، واللي احنا بنقول عليها السفنكتر بتاع الفاجينا، وتحت هنا ريليتد للديب برينيال باوتش، ودي ريليتد لثلاث حاجات. اول حاجه البالبو فيستيبيول، البالبو بنجيوزز، وثالث حاجه البارثلين جلاند. يبقى احنا كده عشان نجمع، هنا اليوريتر بيكروس عليه اليوتراين ارتري، هنا عندنا عضله اسمها الليفيتور ايناي على الناحيتين اللاترال، تحت الديب برينيال باوتش، وريليتد لثلاث حاجات اللي احنا لسه قايلينهم دلوقتي. كده احنا خلصنا الريليشنز. يبقى احنا كده خلصنا ايه ده كله، كده خلصناه. هنتكلم في البوزيشن دلوقتي. هنا الفاجينا بتطلع ابورد وباكورد في الزاويه دي كده، فاحنا الزاويه دي بنقول عليها ايه؟ ابورد عشان بتطلع لفوق زي ما احنا شايفين، باكورد عشان بتطلع لورا شويه. دي الحاجه الاولى في البوزيشن. وبيقول لك كمان اللي هي بيربنديكولر على اليوترس. وفكره بقى بيربنديكولر دي محتاجين نتكلم عليها، على نقطة احنا يعني من رحمة ربنا سبحانه وتعالى ومن جمال خلقه ان هو مخلي الفاجينا دي عشان خاطر هي على الشارع برا، او كنت فيها كونتاكت بينها وبين ناس تانية، وبيحصل من خلال الانتركورس، وبيحصل من خلالها البيرث، وبيحصل من خلالها حاجات كتير والمنسترال بلاد والكلام ده، فعامل لها نظام حماية. وهو خمس حاجات هنتكلم عليهم النهاردة بسرعة عشان خاطر يعني ايه من باب المعلومات. الفاجينا اول حاجة هي اسيدك، الميديا بتاعتها اسيدك، فبالتالي تقدر تقاوم بشكل كويس جدا لو في اي بكتيريا او حاجه زي كده. تاني نقطه هي بيربنديكولر لليوترس، وفي بينها وبينه سيرفكس، فالبوزيشن بتاعها وجود السيرفكس دي حاجه مهمه جدا. تالت حاجه ان هي نسيج كامل، يعني ما في مش هنلاقي فيه جلانس موجوده من جوه عشان خاطر تفرز حاجه، الا هي يدوب الضغط بتاع البارثلين جلاند اللي هي ايه تعتبر في اولها. يعني تالت حاجه ان هي قافله على نفسها دايما، هي فايبرو ماسكولر تيشو، ودي احنا ممكن برضو نزودها في الاستراكشر من ضمنها، هي فايبرو ماسكولر فقافله على نفسها. وفايبرو ماسكولر دي ليها فوائد تانية مش وقت اللي احنا نتكلم عنها عشان خاطر احنا مش عايزين نطول، احنا عايزين يا دوب ايه نختصر. واخر نقطه هي السكريشنز اللي بتتفرز، سواء السكريشنز اللي جايه من اليوترس من فوق، او السكريشنز اللي جايه من البارسلين جلاند من تحت، عشان خاطر الفاجينا دايما تتغسل، وعشان خاطر فكره الاسيديتي برضو ان هي تخف من الاسيديتي. دي معلومه كده على جنب. ليه احنا ليه بنقول المعلومه دي؟ بنقول المعلومه دي لان في ناس كتير بتخلي من ضمن الروتين بتاع يومهم السيدات، يعني بشكل عام الغسول المهبلي مع الحاجات بتاعت الروتين اللي السيدات بيستعملوها والكلام ده كله، فبيعملوا حاجات وبلاوي وبيغسلوا من جوه وبيعملوا مشاكل كتير بتخلي السيستم ده يفقد الحاجات. وفي حاجه كمان سته هقولها لكم بالمره، البكتيريا الفلورا. انتوا عارفين الرول بتاع الفلورا الموجود عشان خاطر الحمايه، فهنلاقي الحاجات دي كلها حمايه. احنا بقى بنموت الفلورا بالغسول والحاجات اللي احنا بنعملها، بندخل عشان خاطر ما تبقاش مقفوله على نفسها، كل شويه بنغسل من جوه زياده عن اللزوم، بنضيع الاسيديتي. اليوترس والسيرفكس طبعا بتاخدها، النوبورس دي ممكن اثناء التنظيف تروح معوره التيشو من جوه. انتوا فاهمين الكلام ده كله؟ فالحاجات دي كلها بتبوظ السيستم ده، فدي نصيحه مهمه وهنستعملها في الانفكشنز بشكل عام. يعني المهم ان احنا عرفنا البوزيشن ان هو بيربنديكولر وان هو ابورد اند باكورد، فكده خلصنا كمان البوزيشن. ايه بقى الحاجه السبيسيفيك اللي احنا ممكن نتكلم عليها في الفاجينا دلوقتي كمان، او ممكن نتسال عليها او اي حاجه؟ في حاجه مهمه جدا اسمها الفاجينال فورنيسز. ايه الفورنيسز دي؟ جمع فورنكس. حلو، احنا عندنا في الفاجينا دي كذا فورنكس. عندنا احنا بقى بصوا، احنا انا عايزكم تتخيلوا الفاجينا من فوق، من الحته دي، الحته اللي ورا ديت والحته اللي هنا ديت والحتتين، ولو جبناها من الجنب بقى، لو جبناها من الجنب دخلناها من الجنب، احنا لسه راسمين دلوقتي اليوترس كان ده كده السيرفكس، يبقى مفتوح من هنا طبعا ماشي، وكان دي كده الفاجينا. هي مش تبقى واسعه كده طبعا، يعني دي حاجه توضيحيه. دول اسمهم اللاترال فورنيسز، او كل واحد منهم اسمه لاترال فورنكس، وده لاترال فورنكس وجمعهم فورنيسز. تمام، هنا ده الانتيريور فورنكس وهنا البوستيريور فورنكس، عشان خاطر نبقى عارفين ايه الفورنكس ده. خلوا بالكم ان احنا اثناء البي في او البير فاجينال اكزامينيشن بنبقى عايزين نشوف كذا حاجه، هنبقى نتكلم عنهم في فيديو لوحده اسمه البي في، بس يعني برضو واحنا عارفين السيستم وانت داخل، وانت داخل انت بتدور على كذا حاجه، وكل حاجه بتدور فيها على 1 2 3 4، وبتدور على
هنتكلم عنه كمان شويه. المهم ان دي حاجه مهمه عشان خاطر الاكزامينشن بتاع البي في لما نيجي نتكلم عنه. في حاجه اخيره بقى عايز اقول لكم عليها، ان عند يعني باعتبارها 10 سنتي بعد 2 سنتي هنلاقي فيه الهايامين. والهايامين مش هنتكلم عنه النهارده لانه حواراته كتير، واحنا عايزين نختصر الفيديو عشان ما نطولش زياده عن اللزوم، فبنعمل له فيديو لوحده موضوع الهايامين ده. الفاجينا اورجن مهم جدا، اتمنى ان شاء الله ان احنا نكون يعني ربنا وفقنا ان شاء الله النهارده في شرح الاناتومي بتاعه تمهيدا ان شاء الله لما نيجي نخش في المنهج بتاع الجايني. اخيرا لا تنسوا الوالد من صالح دعائكم بالرحمه والمغفره والجنه، وبالله التوفيق.